نظام الدمج برضو عايزين نفهمه عشان يمكن عدد كبير من المشاهدين مش فاهمين. نظام الدمج بيكون فكرة ان الطالب الكفيف او اي طالب عنده اعاقة عامة بيكون في فصل واحد مع ناس مبصرين او ناس ما عندهمش اي اعاقة. عظيم. الفكرة كلها في نظام الدمج، او اللي انا بحس يعني ان هي من فوائد نظام الدمج، ان هي بتخلي الشخص اجتماعيا جاهز انه يتعامل مع كافة انماط البشر. الفكرة كلها ان انا لما بعزل طفلي او الطالب ده او بخليه في مكان لوحده مع اشخاص من نفس ذوي الاعاقة اللي هو منهم، لما بيجي يدخل الجامعة مفيش جامعة بتاخد اعاقة معينة، فبيجي يتفاجئ ان هو مضطر يتعامل مع ناس مبصرين، وبيحصل نوع من انواع الرهبة، وبيحصل نوع من انواع الكالتشر شوك نوعا ما، اللي هو طب انا هتعامل ازاي. وانا كمان بعتقد ان الدمج بيخلينا ندرس كل المواد، ما بيشيلش من عننا اي ماده بحجه ان احنا عايزين نخفف عليكم او نسهل عليكم. من وجهه نظري انا الشخص ذوي الاعاقه البصريه مش محتاج اي تخفيف من اي نوع في اي ماده اصلا، مهما كانت علميه، مهما كانت بتعتمد على البصر، احنا ممكن نحولها لمجسمات ونشتغل فيها بكفاءه عاليه جدا. فبالنسبه لي انا ليه ما ادرسش كل المواد ويبقى ليا الحق ان انا اختار التخصص اللي يعجبني، سواء كان هندسه كان ايه، انا يعني حابه ان انا اختار تخصصي من غير اي قيود. الفكره كمان كلها ان لما بنكون في نظام الدمج بنضطر ان احنا نتعلم مهارات كتير جدا يعني هتخلينا نقدر نتنافس في سوق العمل. لما بنكون مع ناس من نفس اعاقتنا ما بنحسش باي تنافس ما بيننا، بنحس ان احنا كلنا شبه بعض. فانا مش مضطره مثلا اتعلم التكنولوجيا، مش مضطره اتعلم اي حاجه زياده او اي حاجه مبصرين بيعملوها، لان ليه؟ لكن وانا في الدمج انا مضطره اعمل ده عشان انا لازم اجاري المبصرين اللي معايا في نفس الفصل، بالتالي انا اجهز لسوق العمل من اي حد تاني. انا اتعودت على التكنولوجيا وغيرها من المهارات الاجتماعيه والبرزنتيشنز وغيرها بقى من وانا صغيره جدا. يعني انت شايفه ان الموضوع شبه التبادل الطلابي، بس احنا هنا بنتبادل المهارات وبنتبادل القدرات الابداعيه. والدمج في حد ذاته اصلا تجربه ملهمه ومفيده جدا للمدرسين وللطلبه وحتى المبصرين نفسهم، يعني مش بس لينا احنا، لا هم كمان بيستفيدوا وبيتعلموا ازاي يتقبلوا الاختلاف ويتعاملوا مع الناس بوعي اكتر وبحكمه اكتر وبهدوء اكتر. حتى المدرسين بيبقى ليهم بيتعلموا او بيمارسوا طرق متباينه اكتر في توصيل المعلومه، مش بس ان احنا نوصلها بشكل بصري، لا احنا كمان هنقسمها. في طلبه حتى مش مكفوفين بيبقوا حابين ان هم يلمسوا الحاجه ويستكشفوها كده بحيث ان هم يفهموها اكتر، فده بيفيدهم برضو ان المدرس يعمل كذا طريقه، ده بيفيدهم هم قبل ما يفيدنا احنا.